شو هالحركات اللي عم تعملها عمي؟ لما تكون رفيف هون ليش ما بتطلع من غرفتك ابدا؟ بكره بتزعل. شو بكي كنت قاعد عم برتاح شوي، بعدين هي ما بتزعل مني لا تخافي. المهم تركنا من هالحكي وخلينا نشوف اذا كنتي الهبله رح تنجح بالامتحان بعد الدوره المكثفه اللي عملت لها اياها. بده يدوب جبل الثلج اليوم، رح ترجع شراره الحب من جديد، انتظرونا. مديحه كرمال الله، انت شو عم تحكي؟ لا عمي ولا شيء، انسى. مين هالغليظ اللي جايينا بهالوقت؟ والله مو ناقص غير روح وعلق لوحة مغلق على الباب. يا أهلين، أهلا وسهلا ناجي بيك، شرفتنا. أهلين فيكي ناجية. مديحة خانم موجودة؟ قاعدة جوا يا بيك، تفضل. من بعد إذنك ممكن تنادي لي إياها؟ تفضل تفضل فوت. أنت شو جابك لهون يا بني آدم؟ ناجية أنت عملي قهوة لعمي. كنت قريب قلت بمر بشوف عصفورتي. طارت العصفورة بيبي، خلص ماتت. انقلع. لا لا لا، بعيد الشر عنك، أنا كيف بدي أعيش من دونك عصفورتي؟ اسمعني منيح بطيخ، تنسى كل اللي صار هداك اليوم، وكأنه هداك العشاء ما كان ولا صار، تنساه وبتمحيه من ذاكرتك، مفهوم؟ أصلاً أنا جاي كرمال هديك السهرة يا عصفورتي، إسماعيل بيك موجود شي؟ موه خليني شوفه. مديحة، مين اللي إجر عنا؟ أنا إسماعيل بيك، أنا اللي إجيت. هذا انت ناجي بيك؟ اهلين فيك، وسهلا. ايدك لبوس عمي. عفو يا ابني العفو، انا ما بدي سبب ازعاج لحضرتك يا بيك، وناطريني بالمستشفى، نسيت اخذ رقم تليفون حضرتك هذاك اليوم. بس حبيت طبعا اذا هذا الشيء بيناسب حضرتكم، يعني حابب اني اعزمكم اليوم على العشاء. ما في داعي تعذب حالك ناجي بيك، شكرا لك. لا ما في عذاب ابدا اسماعيل بيك، انا حضرت كل شيء ودقيت كمان للمطعم وحجزت لثلاث اشخاص على العشاء. اسماعيل بيك لو سمحت ما تخجلني. إيه يعني معذب حاله ومحضر كل شيء الزلمة؟ نسيت عمي، عنا اليوم برنامج تاني. أنا حجزت؟ بشو أحلف لك إني حجزت؟ صدقوني يا جماعة. طيب 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 طيب، بما إنك معذب حالك رح نجي يا ابني ونقبل عزيمتك. طيب معناها المسا بشوفكم لكان، وكمان منشان عنوان المطعم عصفورتي، يعني أنا عفوا قصدي مديحة خانم، رح يوصلها رسالة مني. يلا أنا طاير. عفوا ماشي، يعني قصدي أنا ماشي. باي عصفورتي، يلا بشوفكن بخاطركن. لك شو هاد اللي ساويته عمي؟ ليش وافقت على العزيمة؟ هلأ بيصدق إنه عاجبني؟ مديحة واضح كثير إنه الزلمة حابب نقبل عزيمته، بده يصلح اللي صار هداك اليوم ويكفر عن غلطه، متعذب وجاي لعند بابي لحتى يعزمني، شو بدك كان يقله يعني؟ وفوق هاد دكتور بيشتغل عنا بالمشفى، مو حلوة مديحة؟ دكتور شو عمي؟ من وين لوين دكتور؟ كيف يعني دكتور شو؟ دكتور شو بده يكون مثلا؟ طبعا دكتور رفيف. بتحكي مزبوط، ماشي الحال رح اتحمله. وهو المطلوب. لسه بده يجنني هالزلمه هاد، مو معقول خلاني اندم على الساعه اللي عرفته فيها. مديحه شو لساتك عم تعملي فوق هيك؟ رح نتاخر. ها الزلمة ناطرنا، مو حلو نخليه قاعد لحاله. هلا بيجي يجن عمي، ينطرنا شوي زيادة ما بيصير له شي. ليش لبست أسود من فوق لتحت؟ شو رايحة على عزا؟ شكلها ما عم تعرف تشتغل صح، كنتي المجنونة كله من ورا لبسة لمعت، خليت جان يطفش ويهرب من إيدها. بركي على حظي ناجي بيهرب مني كمان وبتنطفى هالقضوية اللي بعيونه. بس لا يا حسرتي، ما في شي بيأثر فيه، لا حكي ولا شكل، مو طبيعي الزلمة، بده يضل دابقني. تفضل اسماعيل بيك. شو هي؟ جاكيتك بنتي. هذا مو جاكيتي، هي فروة مديحة، ليكني أنا لابس جاكيتي. بدك ما تواخذني اسماعيل بيك. أنت مليحة بنتي؟ صاير معك شي مو منيح؟ لا اسماعيل بيك مو صاير معي شي، رح روح علق مكانه أحسن ما تنتبه مديحة خانه متعصب علي. صاير مع شي، أكيد صاير معها شي، أنا متأكد. مديحة شو هادي يا بنتي؟ ما لقيت أنسب من الأسود لألبسه على السهرة، من مبدأ أنا مكتئبة. ماشي يلا مثل ما بدك، امشي لنطلع، يلا امشي.
قبل ما انسى، خير شبه ناجية متضايقة من شيء؟ من شو بدها تتضايق يعني؟ ما قبلت ارفع لها راتبة، لسا ما صار لي سنتين رافعت لها اياه، لسا بكير على الرفعة. يا عيب الشوم عليك يا مديحة، معقولة من سنتين راتب على حاله؟ عمي شعري الابيض بلش يطلع ومشغول بالي كتير فيه، وانت هلا جاي تقلي زد لها راتبة لناجية؟ ماشي ماشي خلص، انا رح اشوفها وافهم منها شو صاير. بحكيها وفورا بنروح. يعني ما عم بفهم، ما عم بفهم ليش انت وافقت على هالعزيمة؟ كم مرة صرت قايلت لك عمي ما برتاح له لهالزلمة؟ روح لحالك، انا مو جاي على بالي. مديحة معقول الحكي؟ وعدنا قدامك للزلمة ما بصير هيك؟ ليكي اذا ما بدك تجي خلاص لا تجي، بروح انا لحالي لانه مو حلوة. هلا مشي الحال، جهزت حالي. معقولة اتركك تروح تقعد لحالك مع ناجي؟ خاف هداك الأجدب هلأ يحكي له كل شي وتنزل علي المصايب.